بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، إن شاء الله النهاردة بكمل معاكم حل كتاب المدرسة. هنبدأ في درس اللي هو الرابع والخامس من الوحدة الثانية، الرابع والخامس. هنبدأ دلوقتي بالعنوان Animal Fact File. Animal Fact File، ملف حقائق الحيوان. عندنا حيوان قدامنا اللي هو اسمه ريم جازل، ريم جازل، غزالة الريم. وهنا جايب لي الصورة بتاعتها، وهنا هورنز اللي هي القرون، وتحت يلو وايت كوتس اللي هو الفرو بتاعه لونه أصفر وأبيض. بنبدأ دلوقتي ب رايم جازل، رايم جازل اللي هو غزال الريم. رايم جازلز لوك فيري بيوتيفول، غزال الريم يبدو أنهم جمال جدا. زي ليف إن ذا صحارى ديزرت، يعيشون في الصحراء الكبرى. And they walk around looking for grass, leaves and plants to eat. وهم يتجولون للبحث عن الحشائش والأوراق والنباتات لكي يأكلوها. They have big ears, لهم أذن كبيرة، أذان كبيرة، and long horns, وقرون طويلة. They have yellow white coats, فرو بتاعهم لونه أصفر أبيض. which protect them الذي يحميهم from the sun من الشمس. like camels انهم يشبه الجمال في ايه بقى؟ they don't need to drink a lot of water، لا يحتاجوا ان يشربوا كثير من الماء. جايب لي هنا بقى اسئله ويعتبر ملف عنهم، يعني how long is a rhine gazelle's horn، كم طول قرن غزال الريم؟ طبعا هنا من 20 الى 30 سنتيمتر، من 20 ل 30 سنتي، ده طول القرن. How heavy is a rhine gazelle؟ كم وزن غزال الريم؟ من برضو 20 إلى 30 كيلو جرام، يعني يتراوح من 20 ل 30 كيلو. How long does it live؟ كم المدة اللي بيعيشها؟ About 14 years، حوالي 14 سنة. What color is its coat؟ الفرو بتاعه لونه ايه؟ Yellow white. نيجي دلوقتي read the text quickly، اقرا النص بسرعة and answer ب true or false. طبعا قرناه. رقم واحد، هنا راين جازلز ليف نير ذا سي، غزال الريم يعيش بجوار البحر، طبعا دي فولز. راين جازلز ايت بلانتس اند ليفز، يعني غزال الريم بياكل نباتات واوراق، الاجابه دي طبعا ترو، صح. راين جازلز هاف شورت هورنز، الاجابه فولز، يعني لهم قرون قصيره، طبعا غلط. رايم جازلز هاف دارك كالرد كوتس، الفرو بتاعه يعني الالوان بتاعته غامقه، برضه فولس لان هي اصفر وابيض. رايم جازلز ليف فور اباوت 14 ييرز، الاجابه دي ترو، يعني بيعيش حوالي 14 عام. ثينك اباوت ان انيمال، فكر في حيوان يو لايك، بتحبه. ميك ا شارت اند فايند اوت، واكتشف. write down، سجل everything you know، كل شيء بتعرفه about the animal، عن هذا الحيوان. think what information you need، فكر في المعلومات اللي انت محتاجها، زي ايه؟ what do they eat، بياكلوا ايه؟ where do they live، اين يعيشون؟ how heavy are they، كم وزنهم؟ هنا او حجمهم يعني. why are they special، لماذا هم مميزين؟ طبعا انا كاتب بعد كده موضوع عن الايه؟ الجمال. هنا في الصفحة اللي بعدها do some research، اعمل بعض الأبحاث. and write، واكتب. what you learn، اتعلمت ايه؟ what I know، أنا ماذا أعرف؟ يعني مثلا هنا دوفينز، الدلافين، are not dangerous، ليست خطيرة. they are not fish، ليسوا أسماك. what I want to know، ماذا أريد أن أعرف؟ ممكن أقول ايه؟ أريد أن أعرف I want to know where they live، يبقى أقول كده مثلا I want to know، أنا أريد أن أعلم أو أعرف، كي إن أو دبليو، هيا مثلا where، أين، زي اللي هي الدلافين يعني، زي ليف يعيشون، خلاص مثلا يعني. هنا what I learned، تعلمت إيه؟ مثلا different things أو a lot of things أو a lot of
سينجس كثير من الأشياء. about a dolphins about أو عن dolphins d o l b h i n s مثلا يعني. طيب بعد كده استخدم المعلومات ورمز الشارت يو ميد اللي انت عملته and write about your animal. Make sure to include interesting facts about the animal. Look at the fact file on page cast. في عملت هنا animal fact file على حيوان تاني. Camels are amazing. الجمال مدهشة. They are beautiful, strong animals. إنهم حيوانات قوية وجميلة. They eat grass, بيأكلوا العشب. Camels are perfect for the desert, ملائمة للصحراء. They have large flat feet. عندهم أقدام كبيرة و فلات مسطحة. Camels can live without water for a long time. هنا بقى نرسم صورة الجمل ولا حاجة. نكمل الملف بتاعها. How tall is it? كم طول الجمل من متر إلى اللي هي 1.8 إلى 2 meters. من 180 ل 2 متر. How heavy is it? كوزنه من 400 ل 650 كيلوغرام. How fast is it? كم سرعته؟ 65 كيلو متر. في الساعة. How long does it live? كم المدة اللي بيعيشها؟ حوالي 40 years 40 سنة. Finish and check. Find or draw a picture for your fact file. هنا this is my fact file. هذا هو الملف بتاعي. What do you think? ايه رأيكم فيه؟ بنيجي هنا على الدرس الخامس. هنا بقول لك ايه؟ A poster about an Egyptian desert animal. يعني اعمل ملصق على حيوان صحراوي مصري لسه عاملينه. Working groups think and research. Find an Egyptian desert animal. اوجد حيوان صحراوي مصري. Where does it live? أين يعيش؟ طبعا عملنا على الجمل يا جماعة فوق. What does it eat? بياكل ايه؟ Why is it special? Read and do. اقرأ وافعل. Draw or find some pictures you can use. Make your poster. جايب لي هنا ملف عن حيوان آخر، حيوان صحراوي اسمه ذا فينيك فوكس، اللي هو ثعلب الفينيك اللي هو صورته قدامنا دي. ذا فينيك فوكس ليفز ان ذا ديزرتس. ثعلب الصحراء يعيش في الصحراء اوف نورث افريكا، شمال افريقيا. اتس سمولر ذان اذر فوكسز، انه اصغر من الثعالب الاخرى. اتس 20 سنتيمتر هاي، يعني ارتفاعه حوالي 20 سنتيمتر. ارتفاعه بالشكل ده يا جماعه، ده مثلا 20 او 1 ايه 20 سنتي سنتيمتر، ماشي سنتيمتر. بعد كده مثلا ايه it weighs يزن around 1 كيلو جرام، وزنه كله على بعضه كده كيلو. it's 30-40 سنتيمتر ايه long، يعني الطول بالشكل ده، ماشي من 30 ل 40 سنتيمتر. its ears are big، ودانه دهيا كبيرة. really big. The phoenix fox needs big ears، محتاج أذن كبيرة. to hear insects لسماع الحشرات and small animals والحيوانات الصغيرة. The phoenix fox eats ثعلب الصحراء ده بياكل إيه بقى؟ insects حشرات لزات السحالي and small mice وفران صغيرة. during the day أثناء اليوم. It's hot، بيبقى الجو حار. In the desert، فين؟ في الصحراء. The phoenix fox loses heat، يفقد الحرارة from its ears من ودانه. At night، في الليل. It's cold، الدنيا بتبقى برد. The phoenix fox sick fur، الفرو بتاعه اللي هو السميك ده keeps it warm، بيحافظ عليه دافئ. هنا بقى present. Have a class exhibition، اعمل معرض في الفصل. Tell your friend، اخبر أصدقائك. One thing بشيء you like about their poster، بشيء انت حبيته في الملصق بتاعهم. And one suggestion، واقتراح واحد. هنا بقى do you remember the names of these animals، هل تتذكر اسماء هذه الحيوانات؟ And parts of the body، واجزاء الايه الجسم. Look and write. هنا ده طبعا جمل، يبقى كامل C-A-M-E-L. ده فينيك فوكس ثعلب الصحراء. فينيك فوكس، فينيك ب F E N N E C، فوكس F O X،
كروكودايل سي ار او سي او دي اي ال اي اللي هو التمساح، بيليكان بي ال اي سي ان للبجعه، بو اللي هو كف الحيوان بي اي دبليو، بيك منقار بي اي اي كي وينج اللي هو الجناح، فير اللي هو الفرد. ميك كومباريزونز يعمل مقارنات، استخدم الصفات عشان تساعدك. عندنا كات وماوس، قطة والفار، هيفي من ناحية الوزن. The cat is heavier than the mouse، يعني القطة أثقل من الإيه أو أكبر حجما من الفار. رقم اثنين هنا جيراب ولايون، دينجرس من حين من حيث الخطورة. هنقارن ما بين الزراف أو الأسد من حيث الخطورة. طبعا أكيد الأسد هو أكثر خطورة من الإيه من الزرافة، يبقى نقول the lion is. هنا دي صفة طويلة، إذا بجيب قبلها حاجة اسمها more، يبقى the lion is more dangerous than the giraffe، يعني الأسد يكون أكثر خطورة من الزرافة. هنا جايب لها half واللي هي horse، النص والربع وبيج من حيث الإيه الحجم يعني. طبعا النص أكبر من الربع، يبقى النص هي 1 على 2 is bigger than horse، أكبر من الإيه من الربع. طب أربعة، سيلفون المحمول واللابتوب سمول، نقارن ما بينهم من حيث الإيه الحجم الصغير يعني. طبعا أكيد التليفون المحمول أصغر من اللابتوب، يبقى نقول the cellphone is smaller than the laptop، التليفون المحمول أصغر من اللابتوب. رقم خمسة، بايك دراجة كار فاست، هنقارن ما بين العجلة و العجلة والسيارة من ناحية السرعة. أكيد السيارة أسرع من الدراجة، يبقى وفاست دي طبعا صفة إيه قصيرة، يبقى the car is faster than the bike، السيارة تكون أسرع من الدراجة. يبقى إحنا لما عملنا مقارنة هنا من حيث الحجم، لما يكون صفة طويلة بجيب قبلها more ماشي والصفة زائد than، أما لو الصفة صغيرة بجيب ايه بقول مثلا بيجر، ونلاحظ ان بيجر الجي ضعفناها عشان ايه منتهى بحرف ساكن وقبلها حرف متحرك، وزودنا لها اي ار وبعد كده حطينا زان. كذلك هنا سمول صفه قصيره يبقى سمولر زان، هنا فاست برضو صفه قصيره تبقى فاستر زان. دو يو ريمبر، هل تتذكر؟ ريد اند رايت، وات دو بيليكانز ايت، يعني البجع ده بياكل ايه، ماذا ياكل البجع؟ زي ايت فيش، طبعا بياكل السمك. Why is a camel's foot، لماذا قدم الجمل special مميزة؟ ليه بقى؟ هنقول because it has large flat feet، لأنه بيبقى له إيه؟ أقدام كبيرة أو واسعة ومسطحة، عشان كده بتغرسش في الرمل. رقم ثلاثة، Why do rhyme gazelles، لماذا غزال الريم have yellow white coats، يعني الفرو بتاعه أبيض أصفر؟ طب الإجابة to protect them، عشان تحميهم from the sun من الشمس. بعد كده think about unit 2، فكر في الوحدة الثانية. write two things، اكتب حاجتين اثنين you enjoyed استمتعت بيهم. I enjoyed the story، استمتعت طبعا بالقصة اللي هي بتاعت the pelican and the bear، البجعة والدب. طب what two things you learned، تعلمت ايه؟ I learned about desert animals، تعلمت حاجات عن حيوانات الصحراء. I learned about the صحارى desert، تعلمت طبعا عن أشياء عن الصحارى الإيه الصحراء الكبرى. وبكده أعزائي طلبة وطلبات الصف الرابع انتهينا تماما من الوحدة الثانية. يا رب يكون عجبكم الفيديو، وما تنساش الاشتراك في القناة ودعمها بلايك وشير. استنونا إن شاء الله مع الوحدة الثالثة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.